عندما وصلنا قبل قليل إلى هنا إلى بنغازي، وها هنا يعني قررنا الذهاب مباشرة إلى أرض المطار المنطقة العسكرية لنشاهد وصول المساعدات. هذه المرة الجيش الأردني السلاح الجوي الملكي، كما نشاهد الطائرة، يقومون بإحضار مساعدات، ولكن هذه المساعدات هي عبارة عن مساعدات للإنقاذ، رجال إنقاذ كما نشاهد أتوا من الأردن للمساعدة في عملية الإنقاذ. هناك كذلك صناديق وكلاب أثر سوف يقومون طبعا بالمشاركة في هذه العملية الكبيرة للجيش الأردني وكذلك القوات الليبية، والجميع هنا على قدم وساق. والذي لاحظته أن هذه القوات تحضر معها قارورات مياه، ولكن قارورات المياه هي فقط لكي تكون على لمساعدة تلك القوات عندما يقومون ببناء خيامهم أولا في هذه المنطقة في درنا، وبعد ذلك يقومون طبعا بمساعدة الفرق المختلفة. عندما يتم تفريغ حمولة تلك الطائرات يتم نقلها مباشرة على متن شاحنات، كما نشاهد في الصورة يتم نقلها على إلى الطريق المعدية إلى درنا. وطبعا عادة في الأيام العادية تكون قبل حدوث الفيضانات كانت الطريق تستغرق 3.5 ساعات من هنا من بنغازي إلى درنا، ولكن اليوم مع الأحداث وإغلاق الطرق بسبب هذا الفيضان أصبحت الطريق تستغرق أحياناً 5 إلى 6 ساعات للوصول إلى هناك. نشاهد هنا في عمق الصورة الكلاب، كلاب تقصي الأثر التي أحضرها الجيش الأردني مباشرة إلى هنا. هم يستعدون الآن للذهاب إلى مناطق مختلفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومساعدة القوات الليبية في البحث عن جثث وأحياء. كذلك هناك الكثير من الأحياء الذين ما زالوا في هذه المنطقة، والقوات الإنقاذ إن كانت أردنية وغيرها هم يستعدون طبعاً للمساعدة ومد يد المساعدة للشعب الليبي الذي يعاني كثير من هذا الفيضان وهذه الأزمة وهذه النكبة. لكن شاهدنا أيضاً قبل قليل الطائرة السلاح الجو الإماراتي، وهي قامت بنقل مروحيات المساعدة في البحث في المنطقة المنكوبة، وكذلك القوات العسكرية الكويتية وصلت قبل قليل. ويعني ما زال الوضع، الجميع يستعد لنقل ما يمكن نقله ومساعدة الليبيين في هذه الأزمة. يعني لا أدري كيف يمكن أن نستضيف أحد الأشخاص. على كل حال نحن وصلنا يعني قبل قليل ونحاول فهم آلية ما سيحدث الآن. نعرف أنه تم إفراغ حمولة تلك الطائرة الطائرة الأردنية. هل تعلم ليت ربما نوع المساعدات المقدمة في هذه الطائرات؟ نعم كما قلت قبل قليل هي مساعدات وحدات إنقاذ وآليات وغيرها، وكذلك أطباء أتوا على متن هذه الطائرة، أطباء من الأردن المساعدة في منطقة درما، وكذلك يعني يقومون بتحضير الميدان إذا صح التعبير هناك لكي يكونوا جاهزين على أهبة الاستعداد للبدء في عملهم ابتداء من هذه الليلة أو من صباح غد. هذا يعتمد على أي ساعة سيصلون المنطقة. وإذا أخذنا الكاميرا في هذه المنطقة الأخرى من هذا المطار، أرض المطار، هذه المنطقة العسكرية، نشاهد الطائرة الكويتية التي حطت رحالها قبل ذلك قبل 1.5 ساعة في المطار، وتم إفراغ جميع حمولتها على متن شاحنات، وهي الآن تستعد للانطلاق. نشاهد القوة الجوية الكويتية التي تستعد للإقلاع من هنا للذهاب إلى مناطق، للعودة إلى الكويت، وربما تعود مرة أخرى. على كل حال يعني العمل جاري على قدم وساق، وهناك طائرات أخرى سوف تحط في هذا المطار في ساعات متأخرة من اليوم بعد ظهر اليوم وساعات الليل. يعني الجميع، المتحدث الرسمي والأستاذ منير قال لي أن هناك طائرات ستحط بعد ظهر اليوم وفي ساعات الغروب وكذلك في ساعات الليل في هذا المطار، مطار بنغازي، للقيام طبعا بمساعدة ونقل المعونات. نشاهد في الصورة كذلك هناك ليبيون يقومون بمساعدة الجيش أو الشرطة الموجودة هنا والقوات، قوات الإنقاذ، يقومون بمساعدتهم حتى يتم تحضير
تلك المساعدات في. طيب ليث، ما التسهيلات المقدمة لفرق الإنقاذ يعني لا والمساعدة؟ أدري إلى أي مكان ممكن أخذ هذه الصورة، ولكن نشاهد ومشاهدة ما يحدث. التسهيلات المقدمة لهم ليصلوا إلى المناطق المتضررة في أسرع فرصة. نعم، تحدثنا قبل قليل على قناة الحدث مع وزير الدفاع في الحكومة الليبية، وقال أنه يعملون كذلك على فتح الطريق لتكون أسهل لوصول المساعدات ولوصول الطواقم إلى تلك المناطق. وهناك طبعا الذي ليبيا تلعب، أو سكان هذه المنطقة والحكومة الليبية يلعبون دورا مهما في يعني توجيه تلك الطواقم التي تصل إلى هنا، إلى المكان الذي يجب أن يذهبوا إليه، وكيف يكون الوضع في هذه المنطقة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.